رحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أحببت اليوم أن نتأمل معا هذه الروائع الرقمية في خير عبارة وأجمل عبارة، وهي عبارة دخول الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. واليوم أيها الأحبة سوف نتأمل جانبا خفيا من جوانب هذه العبارة الرائعة لا إله إلا الله، نتأمل الجانب الرقمي العددي، لأن هذه التركيبة محيرة بالفعل، ففيها إعجاز بلاغي وإعجاز نفسي، وفيها أيضا إعجاز رقمي. الحقيقة أيها الأحبة، حروف لا إله إلا الله مشتقة من اسم الله عز وجل. فتأملوا معي أيها الأحبة، أحببت أن نشرح هذه العجائب بتأني وهدوء، لأننا نريد أن نفهم سر تركيب لا إله إلا الله. هذه العبارة أيها الأحبة، لا إله إلا الله، لو قمنا بعد حروفها الأساسية التي تركبت منها، نجد اللام والألف والهاء فقط مكررة. إذن حروف لا إله إلا الله باختصار هي ألف ولام وهاء. هل لاحظتم شيئا في هذه الحروف الثلاثة؟ ألف لام هاء، الله سبحانه وتعالى. هذه معادلة محيرة أيها الأحبة، أنك تجد أن الله اختار من حروف اللغة ثلاثة أحرف، الألف واللام والهاء، وسمى نفسه الله عز وجل. ولكي يعبر عن عظمته ووحدانيته ويعبر عن نفسه، استخدم الحروف ذاتها، لا يوجد أي حرف آخر. فكانت حروف لا إله إلا الله هي ذاتها حروف الله. ولدينا حقيقة لغوية أيها الأحبة، لا يمكن لغويا، نحن نتحدث الآن، لا يمكن تأليف عبارة بليغة أساسا من ثلاثة أحرف فقط. لغويا لا يمكن، يجب أن تستخدم أكثر من ثلاثة أحرف إذا أردت أن تركب عبارة بليغة. والعبارة الوحيدة التي يمكن أن نركبها من حروف اللغة من ثلاثة أحرف هي لا إله إلا الله، لا يوجد في اللغة غير ذلك. يمكن أن نشكل عبارات لا معنى لها كثيرة، ولكن عبارة ذات معنى وتعبر بشكل دقيق، عبارة بليغة، لا يوجد غير هذه العبارة في اللغة العربية. إذن هذه معجزة تشهد على أن الله واحد، وعلى إعجاز لا إله إلا الله. نحن نقول لا إله إلا الله ولا ندرك الإعجاز الكامن في هذه الحروف. ويمكنني أن أقول أيها الأحبة، حتى في كل لغات العالم لا تستطيع أن تؤلف عبارة كاملة ذات معنى متكامل فقط من ثلاثة أحرف. مهما كررت هذه الأحرف لن تحصل على عبارة متكاملة. فهذه معجزة ينبغي على كل ملحد أن يتأملها وليجلس وليجرب. هل يستطيع أن يأتي بعبارات ذات معنى وبليغة من ثلاثة أحرف؟ فكيف لو كانت هذه الحروف الثلاثة هي اسم صاحب هذه العبارة؟ يعني تصوروا أن إنسان اسمه عمر مثلا، يتألف اسمه من العين والميم والراء مثلا،
هل يستطيع أن يركب من هذه الحروف الثلاثة جملة يعبر بها عن نفسه؟ لا يستطيع، مستحيل هذا أيها الأحبة. لذلك هذه هي المعجزة الأولى التي تتجلى في حروف لا إله إلا الله. الآن أيها الأحبة، قلنا إن حروف اسم الله هي ذاتها حروف لا إله إلا الله. إذن الحروف التي اختارها الله لاسمه اختارها ذاتها للتعبير عن وحدانيته. الآن نريد أن نتأمل كيف خاطب الله عز وجل حبيبه محمدا بهذه العبارة. قال سبحانه وتعالى: فاعلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، إذن القضية تحتاج إلى علم. هذه الآية رقمها 19، هذه الآية لا يوجد غيرها في القرآن. فاعلم أنه لا إله إلا الله لم تتكرر، هذه العبارة فاعلم أنه لا إله إلا الله وردت مرة واحدة في الآية رقم 19، ووضعها الله في سورة محمد، كأن الله يريد أن يخص هذا النبي بأسرار هذه العبارة، يعني اعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله. لذلك هذه العبارة أيها الأحبة لو أراد الإنسان أن يتبحر فيها يمكن أن يكتب مجلدات عن أسرارها، عن معانيها، ماذا تعني لا إله إلا الله. والعلماء يعني تناولوا بشكل مطول جدا أسرار لا إله إلا الله. يعني أحد الأسرار البسيطة اللي لا إله إلا الله، إذا كنت تعتقد أنه بالفعل لا إله إلا الله ينبغي عليك ألا تلجأ لأحد إلا الله. مهما مرضت ومهما أصابك من ظلم أو هم أو غم، إذا كنت توقن فعلا بأنه لا إله إلا الله فينبغي عليك على الأقل أن تلجأ أولا إلى الله عز وجل، ألا تسأل إلا الله، ألا تستجير إلا بالله، ألا تطلب الرزق من الله، ألا تطلب الشفاء إلا من الله. هذه كلها معاني أيها الأحبة. الحقيقة أيها الأحبة، أنا لفت انتباهي الرقم 19، لماذا وضع الله هذه العبارة المهمة جدا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لماذا وضعت في الرقم 19 وفي سورة محمد؟ هناك ترتيب مذهل أيها الأحبة لحروف لا إله إلا الله، يقوم على هذا الرقم الذي ذكر في القرآن. قال تعالى عن عدد ملائكة العذاب: عليها 19. إذن الرقم مذكور في القرآن وله أسرار، فعدد سور القرآن 114 سورة يساوي 19 مضروب في 6، يعني من مضاعفات العدد 19. عدد حروف أول آية في القرآن وهي البسملة 19 حرفا حسب الرسم العثماني، عدد البسملات في القرآن 114، مع العلم أن البسملة غير موجودة في سورة التوبة ولكنها ذكرت مرتين في سورة النمل ليصبح العدد 114 في القرآن كله، أي من مضاعفات العدد 19. الآن أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم سر هذا العدد. لماذا أودع الله هذا السر في لا إله إلا الله؟ طبعا هنا لدينا إعجاز عدد يتجلى في حروف لا إله إلا الله، يعني لا حرفان. لماذا؟ دعوني أتأمل معكم. هنا إذا كتبنا البناء الرقمي لهذه العبارة: لا حرفان، اللام والألف، إله ثلاثة أحرف ألف لام هاء، إلا ألف لام ألف ثلاثة، الله ألف لام لام هاء أربعة. إذن أصبح لدي عدد هو 2
3 3 4 أي 4332. لماذا هذه التركيبة أيها الأحبة؟ هذه التركيبة فيها سر العدد 19، يتجلى في هذا التسلسل، ليس مجرد حروف أو أرقام، بل لدينا تسلسل. طبعا هنا نستخدم طريقة صف الأرقام كما وضعها الله، كما رتب الله لا إله إلا الله، نرتب عدد حروف كل كلمة من دون أن نغير هذا الترتيب، ومن دون أن نجمع أو نطرح أو نجري أي عملية. نقرأ العدد كما هو 4332. تأملوا معي أيها الأحبة هذا العدد، انظروا 4332، هذا العدد من مضاعفات الرقم 19 مرتين، يعني مضاعفات 19 مربع. 4332 يساوي 19 مضروبا في 19 مضروبا في 12. ما هو 12 أيها الأحبة؟ هو عدد حروف لا إله إلا الله، شيء عظيم جدا. إن حروف لا إله إلا الله تشكل عددا هو 4332. نحن نتحدث بلغة مادية بحتة، لا يستطيع لا ملحد ولا مشكك أن ينكر هذه الحقيقة. هذا العدد من مضاعفات العدد 19 و19 و12. ماذا يعني ذلك؟ طبعا هنا نذكر أيها الأحبة أن الرقم 7 يمثل عدد السماوات وعدد طبقات الأرض وعدد طبقات الذرة وعدد الأشواط التي نطوف حول الكعبة، وله دلالات كثيرة في الكون، كلكم تعرفون دلالات الرقم 7. فنحن كيفما رتبنا هذه الأعداد، تأملوا أيها الأحبة، حصلنا على أعداد، قلنا لا إله إلا الله 2 3 3 4، يعني 4332. هذا العدد الذي يمثل تسلسل حروف لا إله إلا الله يساوي 19 ضرب 19 ضرب 12. هذه الأعداد الثلاثة كيفما رتبناها نجدها تقبل القسمة على 7. لنجرب، انظروا أيها الأحبة، الاحتمال الأول أن نضع العدد 19 19 12، فيتشكل لدينا هذا العدد 121919 من مضاعفات العدد 7 وبالاتجاهين، يعني إذا قرأناه من هنا أو من هنا، يعني نقرأ 919121 هكذا، يعني سواء قرأناه من اليسار إلى اليمين هكذا نقرأ الواحد أولا، يعني 121919 هذا مضاعفات 7. إذا عكسنا الرقم قرأناه من هنا من اليمين إلى اليسار يصبح 919121 أيضا مضاعفات رقم 7. إذا غيرنا هذه الأرقام وضعنا 19 12 19، غيرنا ترتيب هذه الأرقام الثلاثة، تبقى المعادلة قائمة. يعني أنا لدي هنا 191219 من مضاعفات 7. إذا قلبنا الرقم لنقرأ هذا العدد بالعكس، 912191 قرأناه بالعكس يصبح هكذا، يبقى من مضاعفات رقم 7. الاحتمال الثالث، لو قمنا بصف الأعداد الثلاثة 12 19 19 بهذه الطريقة، أيضا يتشكل لدينا عدد 191912 أيضا يقبل القسمة على 7 بالاتجاهين، يعني إذا قسمته على 7 من اليمين إلى اليسار، قرأته وقسمته على 7 تجد لديك عدد من دون باقي يقبل القسمة على 7. إذا عكست الاتجاه يبقى قابلا للقسمة على 7، شيء محير. لذلك الله عز وجل عندما اختار رقم هذه الآية 19، هناك مغزى، ليس عبثا أيها الأحبة أن هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس عبثا وضعت تحت الرقم 19 في سورة محمد، ليس عبثا،
إنما يعلم الله تعالى الذي أنزل هذه الآية، يعلم أن فيها سر من أسرار العدد 19، لذلك وضعها تحت الرقم 19. الحقيقة أيها الأحبة، لو تأملنا هذه العبارة الآن بطريقة جديدة، يعني لو قمنا بعد حروف الألف، هنا يوجد حرف ألف واحد، وهنا حرف إله الألف اثنين، وهنا إلا اثنين، ألف وألف أصبح أربعة، والله فيها ألف أصبح لدينا خمسة أحرف ألف. إذن عدد حروف الألف في لا إله إلا الله خمسة، عدد حروف اللام خمسة، هنا يوجد حرف لام، وهنا حرف لام اثنين، وهنا لام ثلاثة، وهنا لام ولام اثنان خمسة، أصبح لدينا خمسة أحرف لام، وحروف الهاء اثنان فقط، لا إله هنا حرف، إلا الله وحرف هنا حرفا. إذن أصبح لدينا الألف خمس مرات، اللام خمس مرات، الهاء مرتين. لماذا هذا التكرار؟ لماذا هذه الأعداد بالذات خمسة خمسة اثنان؟ هل هناك حكمة أم أن العملية عشوائية مثل كلامنا نحن البشر؟ إذا كتبنا اسم الله هكذا أيها الأحبة، سوف نكتشف الآن علاقة بين عدد أشهر السنة وعدد أيام السنة في اسم الله وتكرار حروف الله في لا إله إلا الله. إذا كتبنا اسم الله هكذا أيها الأحبة ووضعنا تحت كل حرف تكراره، يعني الألف خمسة، نسبة تكرار الحرف في لا إله إلا الله، يعني هنا كأننا نأخذ عدد مرات تكرار حرف الألف واللام والهاء في لا إله إلا الله ووضعناها تحت اسم الله. الألف خمس مرات، اللام خمس مرات، اللام الثانية خمس مرات، الهاء مرتان، أصبح لدينا العدد 2555. إذن أنا لدي عدد يمثل توزع حروف لا إله إلا الله في اسم الله. عملية معقدة على فكرة أيها الأحبة، عمليات رياضية معقدة، ولكن تعطيك في النتيجة أرقام ذات دلالة. فإذا قرأنا هذا العدد كما هو دون أن نجمع أو نطرح أو نضرب أو نفعل أي شيء، حسب تسلسل حروف اسم الله، خمسة 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 اثنان، 2555، سوف نكتشف أن هذا العدد أيها الأحبة يساوي سبعة مضروبا في 365. سبعة هو عدد أيام الأسبوع، و365 هو عدد أيام السنة. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك إن هذه العبارة لا إله إلا الله لا يتوقف ذكرها على مدى أيام السنة وأيام الأسبوع، وعدد حروفها 12 بعدد أشهر السنة، فهي عبارة ستقال أبد الدهر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يعني هذه العلاقات أيها الأحبة، يعني والله إنها تذهل العقل. فتأملوا معي أيها الأحبة النتيجة التي نصل إليها الآن، أنه يتجلى في ترتيب حروف لا إله إلا الله العدد 365 وهو عدد أيام السنة، والعدد 12 وهو عدد أشهر السنة وهو عدد حروف لا إله إلا الله، والعدد 7 الذي يمثل عدد أيام الأسبوع. فهذه العبارة هي عبارة التوحيد أبد الدهر سبحان الله. الآن أيها الأحبة، لو وضعنا هنا أول حرف، أول كلمة وآخر كلمة فقط، حروف إعجاز يتجلى لدينا خصائص في القرآن الكريم، أنك تجد في السورة أو في الآية أو على مستوى المصحف هناك علاقة دائما بين أول وآخر، أول وآخر، أول السورة وآخرها، أول الآية وآخر، أول القرآن وآخره، وسنشرح ذلك بالتفصيل إن شاء الله في لقاءات قادمة. أول كلمة هنا عدد حروفها اثنان، وآخر كلمة الله تعالى حروفها أربعة، فالعدد هنا 42 يساوي 7 في 6،
طيب لو تأملنا عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عدوا معي 1 2 3 4 5 6 7 7 كلمات أو 7 كلمات. سبحان الله، إذن هذه العبارة هي 7 كلمات. ولو قمنا بعد حروف هذه العبارة عدا لا وإلا نجد 19 حرفا. يعني إذا استثنينا اللا من هنا وإلا نجد 19 حرفا، وسنكتشف لماذا. طبعا هنا أيها الأحبة لا إله إلا الله 12 حرف، محمد رسول الله 12 حرف، 12 ب12. لا إله إلا الله 12 حرفا، محمد رسول الله 12 حرفا. توازن، سبحان الله. الآن أيها الأحبة، من الأشياء العجيبة في كتاب الله أن عبارة إلا الله إلا الله إلا الله قد تكررت في القرآن 19 مرة، والآية رقم 19 هي فاعلم أنه لا إله إلا الله، ترتيبها 19 ورقمها 19. لنتأمل هذه الآيات. يعني لو بحثنا في القرآن ليس عن لا إله إلا الله وليس عن اسم الله، فقط هذه العبارة إلا الله، هذه الآيات 19 لا يوجد غيرها في القرآن. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما من إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يخش إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، كذا 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 كذا. آخر جملة هنا، آخر آية هي فاعلم أنه لا إله إلا الله، ترتيبها 19 ورقمها 19 في سورة محمد. سبحان الله. يعني والله الإنسان يعني يعجب أيها الأحبة، يعني كيف تأتي هذه التناسقات العددية المذهلة بهذا الشكل؟ من الذي أحكمها؟ أليس هو الله عز وجل؟ الحقيقة أيها الأحبة، هنا إذا تأملنا فاعلم أنه لا إله إلا الله رقمها 19 وترتيبها 19، ماذا يعني ذلك؟ هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتب هذا الترتيب؟ طبعا لا، لا يستطيع بشر. هل النبي رتبه وأخفاه؟ طبعا هذا الكلام غير منطقي. طب هل يمكن أن يكون هذا الكلام أو هذه التناسقات جاءت بالمصادفة، أننا نجد في لا إله إلا الله أسرار الرقم 19، ونجد أن هذه العبارة لها نظام رقمي يقوم على العدد 19، ونجد أن عبارة فاعلم أنه لا إله إلا الله هي الآية رقم 19 في سورة محمد؟ يعني هذا التناسق أيها الأحبة يحتاج إلى علم. لذلك قال فاعلم، فاعلم، ليس مجرد قال له قل لا إله إلا الله، لأن أي إنسان حتى الذي لا يفقه الشيء يقول لا إله إلا الله، ولكن العلم بلا إله إلا الله يحتاج إلى تدبر وتأمل وتفكر واستكشاف واستنباطات. وهذه التناسقات الرقمية التي رأيناها هي جزء من علم الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نتعلم ونتدبر. ولذلك أيها الأحبة، أختم هذا اللقاء بهذه الآية العظيمة: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك فيه، لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هيهات أن يأتي إنسان بمثل سورة أو بمثل عبارة فقط، عبارة لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفع بهذه الحقائق كل إنسان لديه شك، عسى أن يرى نور الإيمان،
وعسى أن تكون هذه الحقائق تحقق مزيدا من الثقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.